أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، تتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابعة لإلا جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنت، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشنز، دبل وولز وجليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولار سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من اهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحيه بالمنطقه. أوهانا هيلز فيلاز مشروع اندر كونستراكشن كاشف على سي فيو ما بينحجب، كل فيلا مستقله بعيده 12 متر عن الفيلا المجاوره، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط، ستارتنج برايس 390,000 دولار. أيوب تاور ريزيدنشل وكوميرشل تاور موقع استراتيجي بالأشرفية، تحديداً شارع السيدة، على بعد دقائق من ساحة ساسين وقريب من أهم المراكز التجارية بالمنطقة. ألف من 3 بلوكس، 13 طابق كل بلوك، ومساحات الأبارتمنتس الأفيلبل للبيع 100 و128 متر مربع. أما بآخر طابق شقتين مميزين، دوبلكس 165 متر مربع وسامبلكس 256 متر مربع. قسم من الأبارتمنت شقتين بالطابق وقسم مساحته 100 متر مربع شقة واحدة بالطابق. طابقين مخصصين للأقسام التجارية صالحة للمؤسسات والبنوك، وبتتراوح المساحات بين 80 و275 متر مربع. High End Finishing وInternational Standards بالعمار، Security عالية وSafety System ضد الحرائق والزلازل. أيوب تاور بيتميز بPrime Location وAccess سهل، وكشف على فيو بحر وجبل، أما التسليم بأواخر 2018. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقسه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام، ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع وما فوق. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج، وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة.